بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في مؤتمر السنوي لكلية الطب جامعة عين شمس لقسم الأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي عن موضوع مهم قوي هو علاقة الكوفيد 19 with addiction. الحقيقة في السنتين اللي فاتوا الكوفيد 19 غيرت كتير قوي في مشكلة السبستنس أبيوز. التغييرات دي ظهرت من خلال ريسيرشز كتيرة من أول ما بدأ إعلان WHO عن إن الكوفيد 19 pandemic بقى فيه observations كتير عن الزيادة في استخدام السبستنس والزيادة في عدد المرضى اللي بيتعرضوا لأوفردوز سايد إفكتس. المشكلة كانت بسبب السوشيال ايزوليشن، بسبب الكارانتين، ان الناس قاعدة في البيت، الشغل بقى من البيت، بقى فيه ستريس كتير قوي عليهم، الخوف من المرض، الخوف من الكومبليكيشنز انه ممكن يفقدوا حد بيحبوه، ده زود الستريس افكت وبالتالي زود اللايبيلتي فور سبستنس ابيوز. أعراض بتقول إنه حوالي 18% زيادة في الأوفردوز ريت. الجملة دي في منتهى الخطورة لأنه معناها إنه الناس اللي بتستخدم سبستنس بقت عرضة بنسبة 20% إنها تدخل في أوفردوز. ده راجع لإنه قاعد في البيت بيجيب السبستنس، ما عندوش أكتيفيتيز، ما عندوش شغل، بقى بيستخدم بجرعات كبيرة قوي، والجرعات دي ممكن تعلى، يعني التوليرانس ممكن يوصل في وقت قصير، والتولرنس ده ممكن يدخله في الاوفردوز، ممكن يدخله في كومبليكيشنز. الحاجة التانية انه السيرفيس المقدم للبيشنتس دول بقى ليمتد لانه الهيلث سيرفيسز كانت اوفرلودد بالمرضى بتوع الكوفيد اكتر من انها بتقدم سيرفيس لبقية المنتل هيلث بروبلمز. المشكلة ان هي معظم الناس اللي اتأثرت بالكوفيد 19 انه بقى في نيو كيسز بتدخل في السبستنس ابيوز. ده معناه ان انا بقى عندي خوف من المرض والريليف للانكزايتي بقى بيخلي الناس تبحث عن حاجات تقلل الاحساس بالانكزايتي بالديبرشن، فthey turn to use more alcohol او to use more sedative drugs لانه ده هيقلل التوتر اللي عندهم. فبقى في اعداد جديده من الناس بتدخل في السبستنس وأنواع جديدة من السبستنس ظهرت، وبقى الناس اللي بتستخدم السبستنس عرضة إنها تاخد multiple substances أو تدخل في overdose. الستادز دي بتوري إنه الماريوانا والألكول كانوا من أكتر المواد المستخدمة للأفيلابيليتي بتاعتهم كانت أسهل من الحصول على حاجات تانية، ولأن هما الاتنين بيقللوا الأنكزايتي، بيحسنوا المود، وممكن يبقوا available في البيوت أكتر، والهازردز منهم بالنسبة لناس كتير كانت أقل، فكانوا بيستخدموا لعلاج anxiety، لعلاج depression، لعلاج مشاكل البانيك اللي ظهرت في الفترة دي. المشكلة في تأثير ده على الإميون سيستم، في تأثير ده لو العيان كمان دخل في comorbid COVID problem. السوشيال ايزوليشن كانت كونتريبيوتنج فاكتور مهم، لانه احنا في علاج السبستنس بنحاول نخلي العيان يبقى اوفر اوكيبايد طول النهار باكتيفيتيز تعمل له ديفيشن فروم يوزنج ذا سبستنس. فالعيان ده بقى قاعد في البيت، ما بينزلش شغله، ما بيخرجش مع اصحابه، ما فيش رياضه، ما فيش سوشيال كوميونيكيشنز، فطول ما هو في اوضته لوحده هو يا اما معاه سيجاره بيشربها فده زود السموكينج. السموكينج الناس من الخوف منها بدأت تقللها كسيجرتس لكن راحت للفيبس، لكن بدأوا يزودوا أكتر في اليوز بتاع الماريوانا وهي بتتاخد برضو إنها سموكت وي. فينا الشيشة اتمنعت لكن البيوت كان بيبقى فيها شيشة أكتر، فده زود الريتس أوف سبستنس أبيوز للمواد دي. العلاقة بين الكوفيد 19 والباترن أوف أبيوز، بمعنى انه طريقة استخدام السبستنس اتغيرت، الدوزز بتاعتها اتغيرت، الريلابس ريت اتغير. الحاجة التانية انه السايد افكتس اللي بتظهر من السبستنس او انواع المواد كمان اتغيرت.
أول حاجة ظهرت في سنة 19 و20 لحد 22 هي الفيب، إنه ناس كتير كانت الأول بتستخدم النيكوتين سموكينج العادي. لما بقى في مشكلة إنه الكوفيد 19 بيزود الريسبيراتوري بروبلمز، وبقى في خوف إنه الناس الهاي سموكرز أو الهيفي سموكرز عندهم مشكلة إنه وان انفكتد ويز كوفيد ده يخلي الكومبليكيشنز بتاعتهم أكتر، فخوفا من الكومبليكيشنز دي عملوا شيفت للفيب. الفيب أقل شوية في الريسك من النيكوتين سموكينج، لأن الإمبيوريتيز اللي موجودة مع النيكوتين أقل، والإفكت بتاعها على اللونج بيبقى أقل شوية. الحاجة الثانية الدراج ماركتس، إنه بقى في صعوبة في توافر المواد اللي هم بيستخدموها، وبقى في زيادة في أسعارها. بمعنى إنه في فترة الكوفيد 19 لما بقى في مشكلة في السفر، مشكلة في عمليات النقل، رحلة السبستنس من دول منتجة لدول مصنعة لدول بتعمل تداول قلت. ففي مواد كان بتتزرع أصلاً في شرق آسيا، وبعدين تتصنع في أوروبا، وبعدين تتوزع في أفريقيا. الرحلات دي قلت لأنه الطيران قل، لأنه شغل الناس وخروجها قل، فبقى في صعوبة في توافر المواد دي. كل ما كان في صعوبة في توافرها دي خلقت بلاك ماركت، رفعت الأسعار، وكمان أثرت على البيوريتي بتاعة السبستنس. فعشان كده بقى المود اوف تشين اوف يوز اتغير. الحاجة التانية انه في ناس بدأت تعمل شيفت لحاجات متوفرة اكتر، فبدأوا يغيروا المواد اللي هم بيستخدموها لانه هو مش عارف يوفرها، فبدأ ياخد حاجات مختلفة. من الحاجات الجديدة اللي بدأت تظهر البنزودايزيبينز والسينثيتك كانابينويدز. البنزودايزيبينز ما كانتش الاول مين سبستنس، لكن كان بتستخدم دايما ان كومباينيشن مع الاوبيتس. الكانابينويدز كانت انتشارها اكتر من السينثيتك كانابينويدز لانه السايد افكتس بتاعتها اقل والتولرنس فيها اطول، فبدات السينثيتك كانابينويدز تظهر اكتر، وبدات البنزودايزيبينز تظهر اكتر تو افويد الليميتد افيلابيلتي للمواد اللي الناس بتعرف. في مواد أدوية جديدة موجودة في الصيدليات بدأت الناس تستخدمها instead of the substance، منهم الكوتايبين، الجابابنتنز، الإفيدرين والسودو إفيدرين، والأنتي دايريال دراكس اللي هم بيسموه البور مانز ميثادون. بمعنى أنه ما بقاش متوفر الحاجة اللي هو واخد عليها أو سعرها غالي بالنسبة له، فبدأ يدور على حاجات بتقلل الانكسايتي، بتساعد على السيديشن، بترفع المود، فبدأوا يلجأوا للحاجات اللي بتعمل مود ستابلايزيشن أكتر، أو ليها أنالجيزيك إفكت أكتر، أو بتعمل أراوزل أكتر زي السودو إفادرين والإفادرين. الشيفت للحاجات دي بقى أكتر خطورة، لأنه الناس ما بقتش بس بتاخد دراجز، لكن دي كمان راحت للإنترنت أديكشن، إن هم بقوا قاعدين طول النهار ماسكين الموبايل، يا إما بيلعب جيمز، يا إما بيتفرج على موفيز، يا إما بيعمل شاتس، يا إما بيتبادلوا كومنتس على الفيسبوك والإنستجرام. فده زود بنسبة كبيرة قوي الإنترنت أديكشن بكل السايد إفكتس بتاعتها، اللي بتأثر على السليب، بتأثر على الاتنشن كونسنتريشن، بتزود السوشيال ايزوليشن، وبقى حتى الماركتينج للدراجز ثرو ذا انترنت واستخدام الفيزا، لانه بقى الحصول عليها من اماكنها صعب كتير مع فترات الكارانتين، وانه في حظر تجول وفي تحركات قليله وفي مدن اتقفلت تماما، فبقى الانترنت ادكشن ريتس بتاعته اعلى بكتير. المشكلة إنه الناس اللي بيستخدموا الدراجز بقوا أكثر عرضة للكومبليكيشنز بتاعت الكوفيد، مينلي اللونج ديزيز، الكارديوفاسكولار ديزيز، معظمهم عندهم HIV وفيرال هيباتيتس. ده بيخلي الإميونتي بتاعتهم أقل، وبالتالي بيبقى الريسبونس بتاعهم للإنفكشن بالكوفيد 19 أسوأ، والريسبونس بتاعهم للأدوية وخصوصا لو هيستخدموا ستيرويدز بيبقى أقل، وده كان بيخلي الريت اوف ديث فيهم اعلى، خصوصا نتيجه اللنج انفكشن والفيرال انفكشنز. الاوفر دوز ريسك كانت عاليه قوي، لانه
بقى في مشكله تو ريتش الايمرجنسي سيرفيسز. يعني لو اسره مثلا لقت ان ابنها اخذ اوفر دوز ورايحه بيه على المستشفيات اللي فيها توكسيكولوجي ديبارتمنتس او رعايه مركزه، ما كانتش كل المستشفيات بتستقبل الحالات، ما كانش في سراير كفايه، ما كانش في فنتليتورز لو العيان ده واخد اوفر دوز من بنزودايزيبينز او اوبيتس افيلبل فور ذيس بيشنتس، فده زود الريسك فاكتورز اكتر وزود المورتاليتي ريت اكتر. اعلى نسب اتلاقت في الاوفر دوز ديسس في 2019 و2020 ان دي زادت بنسبه 30%، وده في منتهى الخطوره لانه ده معناه ان انت زودت الريت بتاعه الابيوز للسبستنس وللليابيلتي ان يدخل في اوفر دوز، لكن كمان الديسز بقت اعلى كتير. 30% دي نسبه كبيره قوي عن ما قبل اعلان الكوفيد 19. الناس اللي تاخد السبستنس كان الاوتكم بتاعهم في العلاج أسوأ. طبعا هو موجود في اسره، ممكن حد من الاسره يعني يبقى انفكتد بالكوفيد 19 يبقى ترانسميتنج الانفكشن دي. برغم ان معظمهم شباب صغيرين في الثلاثينات والاربعينات، لكن كان الديث ريت بتاعهم اعلى نتيجه ان الريسبونس بتاع الاميون سيستم اقل، نتيجه اللنج كومبليكيشنز الموجوده عندهم من السموكينج والماريجوانا، نتيجه الاستعداد الاعلى للكواجيليشن. والكوفيد 19 كمان كان بيزود النسبه دي اكتر، لأن الناس دي كان بيبقى عندها سيبتك فوكس وعندها ديب فينوس ترومبوزس بيجيلها كتير، وده كان بيزود اكتر الليابيلتي ان هم يدخلوا في كواجيليشن فاكتورز اعلى. الريلابس ريت كمان كان عالي قوي، يعني لانه الناس دي مش عارفه توصل لدكتورها، وكان بيتابع في عياده وكان بيصرف ادويه، وكان في سيلف هيلب جروبس كتيره قوي بتساعده من خلال نون بروفيت اورجانيزيشنز. كل ده بقى مش متوفر، فده كان بيخليه هو حتى لو كان بيحاول يبطل قبل كده بقى الريت بتاع الريلابس عنده اعلى. فرص العلاج بسبب الفيزيكال ديستانس كانت اقل، وتو ريتش الهيلث سيرفيسز كانت اقل، وعشان كده ظهرت في التوقيت ده قصه التيلي سايكاتري، وبقى سهل ان الناس تتواصل من خلال بروجرامز ممكن تبقى اونلاين من خلال الكوليك انونيمس او الناركوتيك انونيمس، ودول كانوا بيحاولوا as much as they can to reach the patients at their homes من خلال الاونلاين سيرفيسز، لانه وجود الريكفري ميتنجز بقى صعب. الحاجه الثانيه زي ما قلنا الهيلث سيرفيسز ما بقتش افيلبل، يعني مثلا الادمشنز كلها معظمها اتقفل، الامرجنسيز ما كانتش افيلبل بنفس الكفاءه زي الاول، في ادويه كتير في الفتره دي نقصت، وفي نفس الوقت الستريس كان اعلى، فده كان بيزود اكتر الكومبليكيشنز. التلي هيلث كان مهم قوي في الفتره دي، انه نقدر نوصل للمريض، نقدر نسمعه على الاقل، بيعمل ريليف للستريس الانكزايتي البانيك الدبريشن، ممكن نديله سيلف هيلب وانتر اكشن اكتر، ممكن نساعده انه يكمل في الابستنس بيريودز اللي هو واخدها، وده كان بيحاول از ماتش از بي كان ان احنا تسبورت العيان ونقلل الريلابس ريت. اعتقد هو نجح بنسبه كبيره، بس طبعا ما نقدرش نقول ان هو غطى 100% من احتياجات المريض، لانه المريض ده في فترات كتيره قوي كان في withdrawal symptoms كان محتاج مستشفى، في فترات فيها overdose كان محتاج admissions، في فترات محتاج يصرف العلاج ويبقى في متابعه للادويه اللي العيان بياخدها، برضو دي ما كانتش regular قوي زي الاول، لكن هو على الاقل ساعد شويه انه يدي virtual support وفي نفس الوقت يساعد على الانتراكشن ويقلل شويه الريلابس ريت. قصه الفاكسينيشن كان في اسئله مهمه من المرضى، انا باخد سبستنس، انا جالي كوفيد، انا معرض ان انا يجيلي كوفيد، اخد الفاكسين ولا لا؟ ما كانش في مشكله في ان هم ياخدوا الفاكسين سو فار، انه ما عندوش كومبليكيشنز كتيره، يعني كنا طبعا بنعمل تشيك قبلها اذا كان المريض ده عنده اتش اي في، اذا كان عنده هيباتيتس سي او بي، إذا كان الليفر فانكشنز كويسة ولا لا، اللنج فانكشنز كويسة ولا لا، وأكوردنج لده بيتحدد نوع الفاكسين، لكن ما كانش فيه ما يمنع إنه هذا المريض
ياخد الفاكسين، لانه على الاقل الفاكسين هيحسن شويه الانتي بودز الموجوده ويخلي التوليرابيلتي بتاعته للانفكشن لو حصلت تبقى احسن من الاول. ان هو يوقف السموكينج دي كانت مهمه، ان هو يبقى ابسنت من سبستنس او يقلل الجرعه بتاعته دي كانت مهمه، ان هو يحاول يطول في الفترات بتاعه الابسنس دي كان بتحسن كتير قوي الاميون سيستم، عشان العيان ده يقدر بعد كده الاميونتي بتاعته تستعد لمواجهه الكوفيد 19. ما كانش فيه سبب يخلي العيان يوقف الميديكيشن بتاعته قبل الفاكسينيشن، بمعنى انه لو العيان ده ماشي على الميديكيشن لعلاج epilepsy, depression, anxiety, insomnia، أدوية اللي هي competitive antagonist effect علشان تحسن الابستنس بتاعه، مفيش ما يدعو انه العيان يوقف الدواء علشان هو هياخد الفاكسين. لكن كانت القصة ان هو بنتأكد الأول من الشكل اللي بيتعامل للعيان، وإذا كانت الجنرال هيلث بتاعته تسمح ان هو ياخد الفاكسين بياخده، وبنتابع معاه حتى لو ظهرت اعراض بسيطه ومحتمله with الميديكيشن بتاعه. طبعا لو المريض ده حرارته عاليه، لو الريسبيراتوري تري ريت بتاعه كان فيه مشكله، لو الاكسجين ساتوريشن فيها مشكله، لو في مشاكل كوانجليشن، كل ده كان بيحتاج ان احنا نعمل موديفيكيشن للتريتمنت، سواء العيان بياخده للكوفيد او اللي بياخده للسبستنس. كان مهم قوي في الفترة دي انه المنتل هيلث كير يفكروا في طرق مختلفة للإمرجنسي in case of substance use complications، وانه الناس دي كانت محتاجة تعد للتغير اللي حاصل في حياتهم، بمعنى ان محتاجين يتعمل لهم psycho education، محتاجين حد يتكلم معاهم علشان مشاكل الأوفردوز والسويسايد الفايلنس، وان يبقى فيه تريند سبورت جروبس بتتصرف بطريقه جديده زي ما قلنا الاونلاين سبورت، او ان يتعمل لهم اويرنس اباوت البروبلمز دي علشان ده يحسن شويه الثيرابيوتيك الاينس بتاعهم، وفي نفس الوقت يحميهم من الكومبليكيشنز. يعني في ناس كتير من دول في فتره الكوفيد they got into suicidal ideation او suicidal attempts، في بعضهم كان بيدخل في سيلف هارم، وكان جزء من ده ان هم رافضين ياخدوا الفاكسين او بيعملوا اوفر سموكينج في الفتره دي، او قعدتهم في البيت فتره طويله، وبعضهم كتير عنده بيرسونالتي ديس اوردر زي امبولسيفيتي او انتي سوشيال، كانوا بيدخلوا في فايلنس واجريشن، وده كان بيخلي انه في موديفيكيشن لازم يحصل في العلاجات اللي هم بياخدوها علشان نقلل شويه السايد افكتس. الفارماسيست والبابليك هيلث بوليسيز كانت محتاجه تعمل بريفنتيف ميجرز كتيره علشان تقلل الكوفيد ترانسميشن ديورينج الفتره دي، انه احنا محتاجين العيانين دول حتى لو بيروحوا عيادات عشان يكرروا علاج، انه ده كان يقل العدد بتاعهم، نوفر لهم اماكن ما فيهاش اوفر كراودنج، نقلل شويه الشيرنج دراج اكويبمنت اذا كانوا بيستخدموا سيرنجز او حاجات زي كده، علشان ده الى حد كبير هيحسن الاوتكم اوف تريتمنت. ده كان معناه ان لازم يبقى في كوميونتي مينتيننس ممكن تحصل من خلال موبايل تيمز، يا اما هم بيحاولوا يتواصلوا مع العيانين موجودين كارانتيد في مكان معين، او من خلال الاونلاين علشان نزول العيان وتعرضه لعياده وتعرضه لاوفر كراودنج سواء في ترانسبورتيشن او في اوت بيشنت كلينيك. ده كان بيزود الفرصه ان هو يتعرض اكتر للانفكشن في وجود اميونيتي قليله، في وجود كوموربيدز ميديكال وسايكاتريك، فده كان بيسوء المشكله اكتر. الدكاتره اللي بيكتبوا الادويه دي كان محتاجين قوي في الفتره دي انه الاو تي سي برودكتس اللي العيانين ممكن يستخدموها دي محتاجه ناخد نهتم بيها قوي. العيانين في الفتره دي كلهم معظمهم لجا للبنزودايزيبينز، النايت كالم نسبه زادت قوي في الفتره دي، وفي ناس كانوا بيوصلوا لحد 40 قرص، وفي ناس دخلت منه في ريسبيراتوري ديستريس، مع انه ده رخيص وموجود اوفر كاونتر ما حدش بينتبه له. فكان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا العينين بيسالوا على ايه، بياخدوه بجرعات شكلها ايه، هل هو دخل في ادكشن ولا لا،
وانه نحاول ناخد بالنا انه ممكن ادويه عاديه البريسكريبشن بتاعها ما كانش معروف قبل كده انها يو ابيوز انها ممكن تبقى ابيوز. دي كانت وظيفه اللي بيكتب الدواء في الروشته ووظيفه الصيدلي اللي بيصرف الدواء ان ياخد باله انه في بعض الادويه حصل لها شيفت فروم ميديكيشن لابيوز، انه نحاول نقلل الاكسبوجر ده از ماتش از وي كان تو بروتكت ذا بيشنتس. Thank you very much. أرجو أن أنا أكون حاولت أدي يعني فريم واضح عن علاقة الأديكشن بالكوفيد 19، كل الظروف اللي تعرضنا لها في الفترة اللي فاتت since the declare of the pandemic من the end of 2019 لحد دلوقتي، الظروف اللي مرينا بيها في social isolation، الستريس، anxiety، depression، panic، التغير اللي حصل في rate of use للnew cases للoverdose للrelapse rate للcomplications للdeath rate والأنواع الجديدة من الأدوية اللي دخلت under the umbrella of addiction. Thank you very much.